لك مريم هي الأعمى عبارة مما مقبولة للشيخ وأنت مريم هي مدامها صائم مداها نحن حتى إلى قرآن شو الحلاوة الأولى والروح القدس يا اليوم آخر محاضرة في هالسلسلة من اللي بديناها في أول بداية الصوم عن الخطيئة وعلاقة الخطيئة بالمواضيع المتعددة. اليوم راح نتكلم عن سر الاعتراف. حضرت هالمحاضرة مو بشكل لاهوتي صراحة، بشكل عملي جدا. يعني فكرت إنه أنا شخص اعتيادي جداً، شلون ممكن أفتهم سر الاعتراف؟ ففقط في النقطة الأولى راح نعطي سر الاعتراف في الكتاب المقدس. بسن فقط النقطة الأولى راح ننطي شوية عن شلون إجا سر الاعتراف خاصة بالاستناد للكتاب المقدس. بعدين في النقطة الثانية راح نتكلم بشكل يعني جدا مختصر وعملي، ونترك الأشياء الأخرى لأسئلتكم. أول نقطة راح نتكلم بها هي عن سر الاعتراف، أهميته في الكتاب المقدس. يعني وين بالكتاب المقدس عندنا كلام عن سر الاعتراف؟ احنا قلنا في البداية في أول محاضرة أنه كل خطيئة مش قد ما تكون صغيرة أو كبيرة هي إهانة لله، هو إهانة بالتأكيد لجسد الرب اللي هو جسد ربنا يسوع المسيح اللي هو الكنيسة. إذن الخطيئة بما أنه إهانة لله، والله تجسد وانطانا جسده وجسده هو الكنيسة، إذن هي إهانة للكنيسة. عندما أي عضو من أعضاء الكنيسة يعمل خطيئة، بمعنى الجسد كله يخطأ، شلون ما يكون مرقوص؟ إذا أي عضو في أعضاء الجسد يصير بينه شيء، كل الجسد يحس بها. هذا شيء طبيعي. إذا واحد من عندنا مثلاً أصبعه الصغير انجرح، يحس بالألم مو في الأصبع الصغير، كل الجسد يحس به. إذن هالشكل أيضاً الخطيئة اللي يعملها واحد من أعضاء الكنيسة تخلي كل الكنيسة بالحقيقة مهانة. مثل ما قلنا الخطيئة عن الله هي أيضاً عن الكنيسة. هل بعد الجماعي للخطيئة، تكلمنا عنه شوية قبل محاضرة ومحاضرتين، مهم جدا حتى نفتهم شنو دور الكاهن في سر الاعتراف. إذن ضروري نتذكر دائما أن الخطيئة تهين الله، والله تجسد وصار جسده هي الكنيسة. إذن كل خطيئة تهين الكنيسة، وأي عضو في هالجسد عندما يعمل خطيئة يهين الكنيسة كلها. لهالسبب لازم نتذكر هالمبدأ حتى نعرف شنو دور الكاهن في سفر والعفو في سر الاعتراف. نجيب بعض الأمثلة نصوص من الكتاب المقدس اللي
تبين لنا أنه الاعتراف بالخطايا قديم جدا، يعني من وقت ربنا يسوع، لا بل حتى قبل الرب يسوع كان أكو مفهوم الاعتراف بالخطايا. أول نص هو من يعقوب الفصل الخامس رسالة يعقوب، يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. القديس يعقوب تعرفون هو كان أول نوع نقدر نقول أول أسقف لأورشليم، بعد الرسل كانوا موجودين، هو صار مسؤول كنيسة أورشليم يعني الكنيسة الأم. ففي رسالته يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، يعني التفكير كان موجود من بداية المسيحية في وقت الرسل أنه الاعتراف بالزلات مهم. من البعض اللي يشير لهم بعضكم لبعض، البعض بالتأكيد الأولى هي الناس المؤمنين يعني أو الشخص المريض في الخطيئة، والبعض الأخير هو الأسس مع الكنيسة. لهالسبب النص الثاني اللي هو من يوحنا يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إذن هنا نشوف النص أنه اعترفنا بخطايانا، ما مقصود الشيء اللي اليوم نعمله نروح عند كاهن نعترف كسر، إن كانت في البداية قليلة، لكن الاعتراف كان العلني، العلني كان موجود أنه شخص، تعرفون جماعات صغيرة كانت، يعني كل جماعة بها يمكن 7-10 أشخاص، أكثر شيء 20 شخص في الجماعة الوحدة، فكانوا نوعا ما عائلة وحدة، يجون يوم الأحد كل واحد يقول، أو الأشخاص اللي خلال الأسبوع عاملين خطايا ضد جسد الرب يجي يقول قبل ما يكسرون الخبز، يعني قبل القداس نسميها، يعترفون واحد للآخر، وخاصة قدام القشيشة. القشيشة كان مترأس الجماعة في الجماعات المسيحية الأولى. العهد القديم أيضا بين بعض النصوص تدل على الاعتراف بالخطايا، مش فرديا العهد القديم، الجماعة كلها كانت تعترف بالخطايا في العهد القديم. مثلا سفر الأمثال يقول من يكتب خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. إذن أكو قبل يسوع يقر بها، يعني بمعنى الإقرار بالخطايا، أكو معنى أشخاص أو حتى جماعة اللي هي تقر بأنه عملت خطايا. نص آخر ممكن نشوفه اللي هو نص سيراخ من سيراخ يقول لا تستحي أن تعترف بخطاياك، نص واضح جدا في ابن سيراخ. وابن سيراخ تعرفون قبل يسوع حوالي 250-300 سنة. لا تستحي أن تعترف بخطاياك، ابن سيراخ واضح جدا شخصيا يتكلم مو جماعيا. إذن الأشخاص اللي يقولون أنه سر الاعتراف أو الاعتراف بالخطايا هو من عمل الكنيسة في القرون الوسطى والمتأخرة، هذول ما يعرفون بالحقيقة شنو الكتاب المقدس، شنو تاريخ هالنص. عندنا نص أخير اللي هو نص سفر أعمال الرسل الواضح جدا، يقول كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم طبعا غير الجيدة، يعني يكمل النص. إذن كل هالنصوص من العهد القديم والعهد الجديد تبين لنا أنه كان أكو اعتراف بالخطايا على صعيد جماعي كجماعة قر، ويوم كيبور عند اليهود إلى اليوم يعملون الجماعات الدينية، كان يجيبون خروف صحيح يعني ما بينوا أي شيء ما صحيح، ويخلي رئيس الكهنة إيده على رأس هذا الخروف إيده اليمنى، باعتبار أنه رئيس الكهنة يمثل كل الجماعة يخليها على هذا الخروف، بعدين يطلقونه في الصحراء، بمعنى هذا الخروف أخذ كل خطايانا وذنوبنا
وراح بالصحراء يموت بالصحراء بالتأكيد. هذا يسموه يوم كيبور، يوم التكفير. إذا كان أكو نوع من رتبة اعتراف الخطايا. طبعا شو قد يعملوا هذا بعد ما كل الجماعة تقول إنه إحنا أخطأنا ويقولون صلوات اعتراف بالخطايا، وبعدين رئيس الكهنة يعمل هالعملية. إذا الاعتراف بالخطايا شيء طبيعي جدا في إيماننا من البدايات وإلى وقت الرسل أو للكنيسة الأولى. نسأل، هل السلطة اللي موجودة في سر الاعتراف أنه يحل ويربط الشخص، يعني الشخص اللي يحل من الخطيئة أو يربط الخطيئة مثل ما يقول ربنا يسوع، ليش موجودة؟ ليش موجودة هالسلطة، سلطة الحل والربط؟ إذا نشوف أنه سلطة الحل والربط ما تمارس، يعني الاعتراف العفو ما يمارس مع أي شخص. أكو وكيل لربنا في الإنجيل يقول يسوع بشكل مباشر أنه كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماء. نص واضح وصريح للرسل. هل نص ما قالوا ربنا لبطرس فقط لكن لكل الرسل؟ لأن يقول الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. بعدين في النص الأخير يوحنا يقول من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. إذن ما عندنا إحنا شيء غير واضح في هالنصوص. النصوص واضحة جدا تبين لنا شلون ربنا هو نفسه أسس الاعتراف، ما هو فتشي فتبابا أو فتبطرك أو كمطران اخترعه. الحل والربط للخطايا هو للرسل وخلفاء الرسل، وهذا جاي من ربنا نفسه. الشيء القبل الأخير في هذه النقطة، إذا من هالنصوص الكتابية تبين لنا إنه الأساس في سر الاعتراف اللي نتكلم اليوم عنه، الأساس بالحقيقة ما هو الاعتراف؟ الأساس هو التوبة. إذا نقرأ الكتاب المقدس أو كل المناطق اللي عفوا الآيات اللي يتكلم عنها الكتاب المقدس عن سر الاعتراف، نشوف إنه الأساس في سر التوبة ما إنه اعترف بالخطية، لكن الشيء اللي يجي قبل اللي تكلمنا عنه قبل أحد أو أحدين، التوبة الحقيقية. ليش؟ يعني الاعتراف بدون توبة ما ينفع. يعني إذا حتى ميت مرة أروح قدام الجماعة وأقول أنا سويت فلان شيء فلان شيء فلان شيء، أو أروح عند الكاهن أعترف، إذا ماكو توبة تسبق الاعتراف ما ينفع. وبنفس الوقت التوبة بدون اعتراف هي توبة ناقصة مزيفة خجولة. أنا أتوب عن خطاياي لكن ما أعترف بيها، ما تكمل التوبة. إذا الاعتراف بدون توبة ما بينه فائدة، والتوبة بدون اعتراف هي توبة ناقصة، لازم يكون أكو اعتراف بيها. نجيب أخير شيء مثلين من عهد الآباء، جبنا من الكتاب المقدس، نجيب من عهد الآباء. أكو قديس اسمه قديس كليمانس، هذا مات سنة 99، يعني واحد من آباء الأوائل جدا، تلميذ الرسل. عنده رسالة مشهورة إلى أهل قرنثس أيضا، يقول على المتمردين أن يتقدموا لكهنة الكنيسة للحصول على المغفرة إذا ما تابوا. قديس كليمنس يعني هو ما بعد مات، وكان أكو مثلا يوحنا موجود على الأكثر، مار يوحنا. إذن هو من الآباء نسميهم الرسوليين، يعني في بداية عهد المسيحية، توفى سنة 99. يقول حرفيا هالشيء، على المتمردين أن يتقدموا لكهنة، الكهنة هنا القشيشة، ما كان بالمفهوم الكاهن الحالي،
يعني المترقص للجماعات المسيحية. تعرفون الرسل كانوا يروحون يبشرون مثلا منطقة بوسلي بارك يهتدون 7 8 10، هذول أول واحد اهتدى والأكثر اللي يعرف بالإيمان وأكثر تقوى كانوا يخلون أيديهم عليه يسموه قشيشة، يعني المترأس الأكبر في هالجماعة إيمانيا مو عمريا، فهو يقود الجماعة وهو يعمل الكسر الخبز الأفخارستية. فاللي يقولهم عنهم كليمنس هم هذول. القديس أغناطيوس أنطاكي أعتقد تعرفوه كلكم، القديس المشهور مسقف أنطاكيا اللي الرومان ودوه إلى روما وفي الكولوسيوم يعني الملعب الروماني انطول الحيوانات تكلوه قدام الناس بسبب إيمانه لأن ما تراجع، فالأسود والنمور أكلوه. سنة 110 عنده رسالة إلى فيلادلفيا، طبعا عنده 7 رسائل كلش حلوة ومن أقدم الكتابات المسيحية، لأن هو أعتقد 115 استشهد. يقول في رسالته إلى فيلادلفيا، والرسائل مالته كتبه هو بالسفينة اللي يودوه للموت، يقول: اعترف بخطاياك في الكنيسة ولا تقترب من الصلاة بضمير غير نقي. شوفوا الكتابات الأولى في المسيحية تركز كثير أيضا على نفس المفهوم اللي اليوم إحنا نعمل ونعيشه. إذا 2000 سنة من التقليد ما نقدر نمحيها مثل ما يقول البروتستانت أو الإنجيلين في جرة قلب إنه ما كسر الاعتراف، يعني لأن هذا الشيء ما جايبته الكنيسة من عندها، هي من بداية المسيحية أولا من الرب يسوع نفسه وأيضا في العهد الأول من المسيحية. هذا بشكل عام مختصر وسريع جدا بعض تاريخ عن سر الاعتراف. الآن نجي إلى سر الاعتراف نفسه، راح نتكلم عنه بشكل نقاط حتى لا يكون مثل ما قلت ما أسوي لاهوتيا بشكل عميق، نتكلم على كل نقطة بنقاط معينة حتى تكون سهلة جدا اللي يسمعها ويشوفها. عموما سر الاعتراف بالشكل الحالي يشمل 4 عناصر أساسية، 4 عناصر سر الاعتراف يشملها. 3 من هالعناصر يقوم بها شخص التائب، يعني أنا إذا أريد أتوب وأمارس سر الاعتراف 3 أشياء أقوم بها أنا، الشيء الثالث يعمله المعرف. إذا 4 دنج أساسية في سر الاعتراف. الأولى هي الندامة، لازم يكون أكو ندامة قبل أي شيء آخر، قبل أي حركة يكون أكو ندامة من الشخص اللي يروح إلى الاعتراف، لازم يكون متندم قبل ما يبدي أي خطوة في موضوع سر الاعتراف. النقطة الثانية هي الاعتراف بالخطايا للكاهن، يعني يروح الشخص يقترف بالخطايا للكاهن. النقطة الثالثة هي التعويض نسميه، يعني بعد ما تندمت على خطاياي أروح أعترف بالخطايا، عندي يكون قصد أنه أعوض عن الخطايا مو أمسح الخطايا، أعوض عن الخطايا. شرحنا قبل يمكن محاضرة محاضرتين أنه الخطيئة ما تمسح، لأن الشيء اللي حدث في لحظة من التاريخ ما حد يقدر يمسحه، إحنا نعوض أو نمسح تأثير الخطايا في ما بعد الخطيئة، وهذا نسميه التعويض. يعني هذا اللي بالاعتراف أقول صلي مرة أو صوم أو حسب الخطايا. العنصر الرابع هو الحل اللي يمنحه الكاهن. هذه 3 الأولى هذا يقوم بها التائب، لازم 100% يقوم بها. النقطة الأخيرة يقوم بها الكاهن أو المعرف، وهذا نسميه الحل أو الحلة. الكاهن يمنحه مو باسمه الشخصي، باسم المسيح والكنيسة. هالعناصر 4 هي أساس الاعتراف بالشكل الحالي. هالعناصر 4 موجودة في النصوص اللي ذكرناها وموجودة في تاريخ الكنيسة وتقليدها. إذن أول شيء ندامة، لازم تكون أكون ندامة عن الخطأ، يعني إنه أنا خطأت شيء
متندم جدا على هالشيء بشكل كبير، لدرجة انه اريد اروح اعترف لشخص الكاتب المعرف بخطاياي، وعندي قصد ثابت انه انا اعوض عن هاللحظات في حياتي اللي كانت لحظات فاشلة في التاريخ بالحقيقة في حياتي. والشيء الأخير، الكاهن لازم يكون حل، واكو أشياء ما يعطى لها حل إلا بشرط. طبعاً هاي ندخل بعدين بقانونية قانونية سر الاعتراف وموضوعنا. إذن هل أربع عناصر هي أساس سر الاعتراف؟ إذا ما موجود عنصر واحد منها ماكو سر الاعتراف. واحد يسأل شلون أحضر نفسي حتى أعترف؟ كثير من الناس اليوم ما يعترفون مما ما يعرفه أو ما يعرف شلون يعملوا هالسر. نقول ضروري أكو تحضير لسر الاعتراف. التحضير سر الاعتراف ما يعني إنه أنا بالكنيسة قاعد شفت كاهن دا يمر يروح إلى المنبر أروح أعترف به. قبل ما أشوف الكاهن ما كنت محضر أي شيء، بس شفته دا يروح يمكن كاهن ما يسمع زين حتى أروح أعترف عنده. بالتأكيد هذا مو اعتراف. الاعتراف بينه تحذير. راح نتكلم عن بعض الخطوات للتحذير لسر الاعتراف. أول تحذير نقطة لازم تكون إنه أكو مثل ما قلت ندامة حقيقية، يعني قبل ما أروح أقرر أروح للاعتراف يكون أكو ندامة إن أنا عملت خطايا معينة 1 2 4 6 100 متندم جدا عليها. مو متندم حتى أنا بالليل، لكن متندم إنه أنا قمت بهالأشياء. النقطة الثانية في التحذير هي التفكير المعمق في الخطايا الشخصية والجماعية وتحديدها بشكل مضبوط. يعني من أنا أكون أحضر لسر الاعتراف لازم أفكر مدة من الزمن جيدة بالزمن إنه شنو الخطايا الشخصية اللي قمت بيها، أفكر بيها بعمق، وشنو الخطايا الجماعية، يعني جماعتي أنا كنيستي هي خاطئة وأنا مشارك بيها، شنو هي، أحدد بالضبط. التفكير المعمق ما يعني إنه أنا أقعد أفكر أنا خاطئ جدا، أنا مو خوش إنسان، أنا مو جيد، لهالسبب أروح أعترف. هذا مو تفكير. التفكير يعني إنه أنا فلان يوم بفلان تاريخ فكرت بسوء تجاه شخص. ليش فكرت به؟ هذا شيء خطأ أو مو خطأ؟ هو إذا توصلت إلى نتيجة إنه خطيئة هو أفكر به، أبدي أفكر بينه شلون هالشيء هو خطيئة. إذا تحديد الأشياء تسمى بمسمياتها. النقطة الثالثة بالتحذير هي محاولة معرفة شنو الأصل اللي طلعت منه الخطيئة الشخصية. يعني في شخصيتي أنا مثلاً فلان يوم بفلان تاريخ فكرت بالسوء تجاه سين من الناس. ليش فكرت؟ منين دا يطلع هالتفكير السيء؟ أنا فلان يوم كذبت. هالكذب منين دا يطلع من شخصيتي؟ شنو مصدره في أساس حياتي؟ منين دا يجي؟ دا يجي من مصلحة؟ ده يجي لأن أنا أحب الكذب، ده يجي لأن من مكان ما أعرف ليش، ممكن أقول ما أعرف بس أنا أكذب. لازم أحدد المصادر العميقة في حياتي للخطيئة وأسأل السبب. إذا أنا قبل 20 يوم قلت كلام ما جيد وكنت متقصد بينه، يعني توفرت بينه عناصر الخطيئة الأربعة اللي تتذكروها اللي كانوا موجودين، ليش قلت هالكلام؟ ومنين طلع هالكلام وليش قلت؟ هذا بالتحذير. النقطة الأخرى في التحذير هي الصلاة بشكل معمق. يعني عادة قبل ما نروح الاعتراف مثل ما قلت إما نشوف الكائن ده يروح يعترف نركض، لكن الاعتراف يتطلب صلاة قبل ما أروح، بعد ما أتندم بشكل حقيقي على خطاياي، بعد ما أحدد الخطايا الشخصية والجماعة، بعد ما أفكر بعمق هالخطايا، كل خطيئة منين تطلع، من أي جهة
من جسدي من نفسي من فكري وليش موجودة وشنو السبب إنه عملتها. أصلي بشكل معمق لله إنه أطلب منه المساعدة وإنه أرغب إنه أنا أعترف. صلاة مهمة جداً قبل الاعتراف. شيء آخر مهم جداً قبل الاعتراف قراءة نص من الكتاب المقدس. أعتقد نوادر من الناس من يعملوها. إنه لأن إحنا عادة نروح الاعتراف بدون أي شيء آخر. ضروري جداً قراءة نص من الكتاب المقدس يساعدنا. أي نص يكون، خاصة النصوص اللي تتكلم عن الخطايا أو عن الحب أو عن الغفران أو غيرها، وكثيرة هي. آخر نقطة في التحذير لسر الاعتراف هي بالحقيقة الصمت والهدوء. قبل ما أروح آخر مرحلة اللي قبل ما أروح الاعتراف لازم يكون أكو فترة صمت، لا أصلي لا أقرأ أي شيء، ما أسوي، فقط هدوء، فقط صمت لفترة من الزمن. تعتمد على كل شخص بالتأكيد، لكن ضروري يكون أكو فترة صمت، ما أشغل عقلي، ما أشغل مشاعري، ما أشغل أي شيء، مجرد صمت. والصمت بالتأكيد هو واحد من أساليب العميقة جدا في الصلاة. هل نقاط ضرورية إذن للتحذير قبل ما نروح إلى سر الاعتراف؟ ندامة حقيقية، تفكير بالخطايا الشخصية الجماعية، معرفة الجذر والأصل اللي تنبع منه الخطايا، صلاة بشكل معمق بالله، قراءة نص الكتاب المقدس، والهدوء والصمت. الآن النقطة الأخرى، شلون نقوم بالاعتراف؟ شلون نعترف؟ يعني كثيرين الناس يقولون شلون نعترف؟ ايش نعمل؟ ما احنا تعلمنا بالتناول كنا صغار وما يمكن ما نتذكره، ومارسنا بعد التناول كنا في حماس كم مرة وبعدين مع السلامة. في الزواج يجبر علينا، الزواج يجون أثرية اللي يزوجون يقعد شو اسوي؟ كثيرين مو هنا بس يعني بالعراق كثيرين من اللي يجون يزوجون إن كانوا ولد أو بنت، يعني أكو حالات مضحكة جدا يعني ما نحكيها، ما يعرف إيش يقعد تقول له سوي فلان شيء، سوي فلان شيء، إيش اعتراف؟ إذا أكو كثير من الناس ما يعرف شلون يعترف. راح ننطي بعض الخطوات العملية ولو أنتم مو يعني بالتناول الأول، لكن مع الأسف لازم نعمل هالشيء لأن أكو كثير عدم وضوح في موضوع سر الاعتراف. الخطوة الأولى بالتأكيد من تروح إلى سر الاعتراف هي الركوع. أكو بعض الأماكن خاصة في أوروبا الكنائس اللاتينية يعني ما مو شرط يعترف، يقعد يعني يحكي مع الكاهن، لكن عموما أكثرية الكنائس تنطي الخيار، يعني أكو مكان للركوع ومكان للجلوس. الناس الكبار مثلا واللي ما يقدر يركع يجلس. إذا أول نقطة هي الركوع والصلاة الأولية، يعني أول ما تبدي بسم الله وبعدين صلاة أولية وطلب المغفرة بصوت مسموع، مو هذا شك ما نسمع. أكو ناس تعترف ما نسمع إحنا لا شيء يقول ولا أي شيء. صوت مسموع ضروري. بعد ما تصلي الصلاة الأولى ضروري يبدي سرد للخطايا، لكن السرد مو إنه أنا كذبت قتلت سرقت سرد ما هذا نصله. أنا كذبت وضروري تحاول تبطي رؤيتك الشخصية عن سبب إنه أنت كذبت. يعني أنا أبونا كذبت وأعتقد إنه الكذب هو عادة لي، تعلمته مثلا من عائلتي لأن كانت عائلتي تكذب دائما أنا صغير، مثال هذا رؤيتك الشخصية. أو أنا سرقت فلان يوم من فلان شخص، أعتقد السرقة هي تخليني أحس بالفرح وما أعرف ليش. رؤية شخصية للخطيئة مهم جدا. شنو تعكس رؤية شخصية؟ أنه أنت حضرت قبل ما تيجي الاعتراف فكرت بيها. بينما إذا تقول أنا كذبت سرقت قتلت ما أعرف شنو حتى أنت ما قاتل، بس المهم هي باللسنة
قتلت وما اعرف شنو ايش راح يعني يحل لك المكان، ايش راح ينطي لك بعدين؟ اذا سد الخطايا بشكل مسموع، كان انت قاعد مع شخص لتحكي في حوار معه، مو انت قاعد وما تريد اللي يسمعك، مجرد بس انه ينطي لك هاي سبيلها لها شكل وتروح راح. الحمد لله خلصت. اذا ضروري سد الخطايا مع رؤيه شخصيه حول السبب، لكن بدون اطاله، بدون اطاله. لين اكون العكس، يجي واحد يحكي نص ساعه ما تعرف هذا خطيئه لو يريد يسترشد. اذا ارشاد وحده اكو مكان اخر. الارشاد يجي شخص يقول انا ابونا او سيدنا اريد استشيرك في هالشيء، هذا موضوع يمكن عمله في اي مكان. لكن الاعتراف شيء اخر. الاعتراف بينه ارشاد، لكن مو هو ارشاد 100%. النقطه الثالثه، هل سرد ما الخطايا يكون بشكل يدل على الندامه؟ يعني انا تقريبا 26 سنه اكو ناس تقول انه كذبت، بس تشوف انه ما كان بده يتندم. لازم يكون اكو دليل انه انت متندم في صوتك، في كلامك، في كل شيء. مو حتى تضحك على الكاهن، لا. لان اذا ضحكت على الكاهن شلون تضحك على الله؟ اذا سرد الخطايا يكون بشكل انه الانسان متندم لكن عنده شجاعه انه يواجه. يعني مو تقعد تقول انا كذبت، ما هذا كذبت، شنو كذبت؟ لازم يكون انسان اللي يروح عند الاعتراف حتى جسديا يشعر بالندامه جسديا. لهالسبب الركوع ضروري. ليش؟ لان الركوع مو ركوع قدام الكاهن، الركوع هو حركه بالجسد تبين ندامتك. شنو ما ركع احنا بالكنيسه كلنا بالصلوات. النقطة الأخرى في اللي تعملها في سر الاعتراف أنه تصغي بعمق لإرشاد الكاهن. يعني عادة كنا أو الناس يختارون مثلا إما فد قس كبير بالعمر، راهب كبير مثلا أبقوش يروحون لدير السيدة، وإن ما أكو فد راهب كبير العمر ما يسمع يروحون يعترفون عليه. وهذا خطيئة ما يسمع، فإيش يرشد؟ يقول إيه أنت الله يغفر خطايانا والله رحوم وحنون وما اشرشد، ما يسمع خطيئة. ضروري سرد الخطايا وانطاء رؤية شخصية وبشكل مسموع حتى الكاهن يقدر يصغي إلى خطاياك ويعطيك بنفس الوقت إرشاد عن هالخطية. الإرشاد شنو بالاعتراف؟ الإرشاد على أساس الخطايا المعترفة، مو إرشاد حتى نقول لك أنه سر الاعتراف هو جيد والله رحوم والله غفور. هاي يعرفها نعرفها كلنا. الإرشاد هو على ضوء ما قيل من قبل التائب. إذا أنا ما أسمع الشخص اللي دا يعترف لي، راح أقول أنه الله رحوم وغفور ويغفر لكل البشر وصلي بنا مرة والسلام. هذا مو إرشاد بالحق. تصير هالشكل ليش؟ لأن الناس بدأت تسمع المعرف. لهالسبب المعرف حتى لا يحرجها يقول لازم تعلي صوتك، واكو من المعرفين يقولون علي صوتك حتى أسمع. من مرات تسوي هالشكل هذا بعد ما يعترف أبدا نهائيا، وهي صعب والأكثرية هالشكل. إذا الإرشاد اللي يقوم به الكاهن شنو معنى؟ إنه يحاول الكاهن يساعدك في انه تعرف هالخطيئه منين طلعت من حياتك بحوار الاثنين، لان هو المفروض عنده ثقافه ايمانيه تخليك تساعد تعرفك هالخطيئه شنو جذورها وشلون الله يتعامل مع هالخطيئه. لهذا هو مهمه الكاهن مع الخطيئه المحدده، مو خطايا بشكل عام. انا ما اروح سر الاعتراف حتى اسمع موضوع مثل ما بالكرازة نقول، بالكرازة أنا أكرز عن سر الاعتراف الله غفور ويرحم وكل الخطايا مال البشر بيتين الله الله يغفرها، هاي كرازة. الإرشاد في سر الاعتراف هو لشيء محدد مو شيء عام. إحنا منجبر نقول أشياء عامة من الشخص ما يسمع. إذا قلنا له علي صوتك، هذا على الأكثر 99% ما راح يجي مرة واحدة الاعتراف.
وفي في الحوار ضروري تسأل الكاهن عن أشياء ما مفهومة. هو قال لك إنه مثلاً الإجهاض ما أقدر أنا أحله إلا الكاهن بالكنيسة الكاثوليكية، خطية الإجهاض ما يحلها إلا المطعم والكاهن، ما عنده صلاح. فتسأله مثلاً، أو أنت قتلت شخص، أو أنت حتى نسهل الأمور سرقة شيء، المفروض يقول لازم تعوض عن الشيء اللي سرقته بشيء آخر. تسأله ليش؟ إذا ضروري السؤال للمعرف قد ما يرشدك في موضوع محدد أنت قلته، ضروري تحاوره، مو إنه بس تقول كان خطيئة وبعدين تسمعه ولا يمكن ما تسمعه، مجرد تكون تمشي وقت حتى خلي يقول إيش ما يقول بس خلص، لا لازم تحاور. النقطة الأخرى في سر الاعتراف إعلان صيغة طلب التوبة، هاي اللي موجودة إنه أنا أريد أعترف، وهل هاي نسميها صيغة طلب التوبة. هاي الكنيسة عملتها ليش؟ لأن الناس ما كانت تعرف في زمانات قديمة بسبب بساطتها، ما كانت تعرف شلون تطلب توبة، شلون تطلب توبة، ما كانت تعرف. فخلوا صيغ جاهزة مثل اللي موجودة اليوم حتى تسهل للتائب إنه يطلب التوبة بعد ما اعترف بخطاياه وسمع للإرشاد وشنو اللي قاله الكاهن عن التعويض، يطلب التوبة حتى الكاهن ينطيله صلاة الحل. إذن إعلان صيغة التوبة جدا ضروري، بعد ما تطلب صيغة التوبة تسمع صلاة الحل، ضروري تسمعها. عموما الممارسة هي أنه الكاهن يقول صلاة الحل والتائب يقول صلاة التوبة، ينسب يقولها بصوت ناصي، وهذا خلل. لازم ينتهي من طلب صلاة التوبة بعدين الكاهن يبدي صلاة الحل. النقطة الأخرى في حتى نحقق سر الاعتراف إنه نحقق الشيء اللي طلبه المعرف. يعني المعرف قال إنه أنت تصوم 3 أيام، أنت راح أحلك من خطيئة السرقة بشرط تعمل نظر مثلا لفقير. إذا ما عملته أنت ما محلول خطيئة السرقة. إذا مهم جدا نعمل الشيء اللي قاله المعرف عادة للسهولة، لأن ماذا نسمع أو الناس يقول لست من الأشياء بدون تفكير، نقول روح صلي مرة ربانا والسلام، ضروري تعملها، إذا ما عملتها ما يكتمل سر الاعتراف. والنقطة الأخيرة بعد ما تخلص سر الاعتراف هي النقطة المهمة جدا جدا، أنه تكون عندك قصد أنه ما ترجع إلى الخطايا اللي قمت بها قبل الاعتراف. ذكرونا الأحد الماضي قلنا الشخص اللي يقول إنه الله رحوم وغفور، فأنا كل مرة أسوي خطايا هو راح يرحمني، هذا ماكو نهائيا رحمة له، لأن غفران الله وحبه ما مشروط أبدا. لهالسبب كلش مهم بعد الاعتراف إنه يكون عندي قصد قوي جدا إنه ما أسوي الخطايا 1، 2، 3، 20، 100 اللي قمت بها قبل الاعتراف. إذا ما عندي هالقصد ما يكتمل سر الاعتراف. الاعتراف مو هو فقط إنه أقول خطاياي وأخذ حلها، لكن أقصد إنه ما أرجع لي هالخطايا. هذا مهم جدا. في التناول كنا نعلم قبل ما أعرف هسه الصلاة يقول وأقصد أن لا أرجع إلى الخطايا اللي قمت بها. هذا مهم. إذا هالخطوات في الاعتراف هي اللي تخلي الاعتراف فعلا سر وفعلا ناخذ حل من الخطايا. واحد اول سؤال اللي ينسال دائما شنو الحل من الخطايا؟ انه الكاهن يمسحها؟ بالتاكيد لا. مثل ما قلت اللحظات اللي اقترفت بها الخطيئه ماكو شخص يمسحها، حتى الله ما يمسحها. ليش؟ لان هي راحت، فتحدث هذا التاريخ حدث هنا صار، وبعدين احنا جينا هنا، هذا من يمسحه؟ ان كان حدث جيد او سيء ما احد ما يمسحه، صار بالتاريخ.
يعني حاليا انا دا احكي وانتم دا تسمعون اذا لكم تسمعون. هل شيء بعد كم لحظه راح هسه في اللحظه هاي راح هذا الشيء؟ شلون امسحه؟ صار حدث، صار شيء موجود، ما اقدر امسح. ما اقدر امسح بعد قبل كم لحظه انه انا حكيت وعملت نكته وصارت، ما اقدر امسح. اذا الحل من الخطايا مو هو المسح بالحقيقه. الحل من الخطايا هو انه الانسان مع الله يسيرون في وحده تامه مره اخرى، رغم الشر المقترف من الانسان. الحل من الخطايا يعني الله يحتضن مثل ما احتضن الاب في مثل الابن الشاطر، احتضنه مره اخرى قبل ما يساله انه انت ليش رحت مع الزواني وصرفت كل فلوسي هناك، احتضنه. وهو كان يفكر انه اروح لوالدي اقول انا خطيت قدام، نفس الاعتراف بالضبط. الحل من الخطايا هو احتضان الله للانسان رغم الشر المقرف اللي عمله. اذا ماكو هالعمليه انه الله يحتضنه، راح الشر نتائجه تستمر في الحياه. في موضوع الحل الانسان يقطع نتائج الشر اللي عمله، هو هذا الحل من الخطايا. حتى نخلي سر الاعتراف محبوب ومقبول من قبل المؤمن، راح نعطي مقترحين او شيئين مهمين جدا، اعتقد انا اشوفه مهمه جدا للانسان حتى يعني سر الاعتراف يصير لذيذ عنده، حتى ما يصير هالعقدة اللي اليوم موجودة انه احنا ما نعرف. اول اقتراح هو قراءة حياة القديسين، هاي تقريبا 99% ما موجودة، وهذا شيء مؤلم. قبل في القرى ومن مع المكنك والتلفزيون والراديو كان يقعدون واحد كبير بالعمر يحكي قصة، ما قصة خاصة القديسين او قصة القصص من الكتاب المقدس، هذا الشخص كان سامعه من جده او من ابوه هو يحكيها، مهم جدا كانت قصص القديسين وسيرهم مهمه جدا للحياه. احنا اليوم اللي صرنا عقلانيين جدا بدينا ندور على المقالات اللاهوتيه والكتب الكبيره هلق مليانه لاهوت والايمان، ونروح ندور بالجوجل شنو معنى سر فلان شيء. ضروري قصص القديسين كلش مهمه، خلينا نتلذذ بالمسيحيه، لأن هالقديسين هم نماذجنا، هم إحنا في جزءنا المسيحي الصحيح. ومع الأسف اليوم ما كثير أكو هالشيء، وهذا خلل كبير. واحد من الأشياء اللي مدى تقربنا إلى سر الاعتراف أعتقد أنه إن إحنا ما نعرف كثير عن حياة قديسين. نعرف قديس ريتا وقديس شربل وما أعرف شنو من التلفزيون، وصور القديس شربل وهذا شو اسمه المصري كيرلس، مليانة بيوت جماعة، بس هذول نعرفهم من بالتلفزيون يحكون عنهم، لكن بالحقيقة القديسين العظام غير هذول. ضروري نقرأ حياة القديسين كلش مهم. فاقتراح شخصي للي يحب سر الاعتراف يكون محبوب من عنده كثير يقرأ سير حياة القديسين. النقطة الثانية ممكن تشوفوها أيضا غريبة، حتى سر الاعتراف يكون لذيذ من عندنا، انه نرتب. الترتيب مهم جدا في حياتنا، نرتب في البيت في السياره عندما نكون بشغل بوحدنا، طبعا مو مع الاخرين، قول شيء من بابا برونا وغيرهم، حلو كلش مهم يكون مجال في يومك الفراغ ترتب، ترتب بصوت تسمعه، مو ترتب تسمع بس بالسي دي او بال شو اسمه مثل ما هسه تشوف بالباصات وبالنقل، الناس كلها هاي حاطه بدنها هاي، ما حد ما له علاقه بالاخر. ترتل قصدي تقول